انا عندي سنه، السنه كارز يا عم، ده انا شفت كان في كارز، والكارز كان مدمر الناحيه اليمين من السنه اللي فوق. طب اقولها ازاي؟ يبقى لازم يكون السيرفيسز بتاعت السنه نفسها انا عارف اساميها، صح ولا لا؟ مش السنه دي عباره عن مجسم 3 دي، عندي سيرفيس وسيرفيس وسيرفيس وسيرفيس، صح؟ صح ولا لا؟ فده كله انا عايز ان انا اوصف كل سيرفيس من دول، اسميه، اقول هو عباره عن ايه، ولو في كارز تسوس يعني او في كسر او في حاجه اقدر اقول بكلمه واحده بس على مكانها، لما الدكتور اللي قدامي يسمعني يفهم على طول ويتخيل انا قصدي، فهمتوني؟ فالنهارده الديسكريبشن بتاعنا علشان مجرد انك انت تعرف تتواصل مع الاذر دنتست او الانفستيجيتورز او اي حاجه، انك انت ايه تتعامل بكلام بسيط ساينتفكلي مفهوم، تمام؟ اول حاجه توث سيرفيسز. يعني ايه التوث سيرفيسز؟ دي السنه بتاعتي لها كام سيرفيس؟ قلنا عدوا معايا، 1 2 3 4 5. طب والسيرفيس ده؟ لا، ما هو امبيدد فين؟ في البون، صح ولا لا؟ برافو عليكم، في السكت، تمام. طيب لما اجي ان انا اوصفه، انا عندي السيرفيس اللي ناحيه بره او اللي ناحيه وشي، ناحيه ايه؟ الفيس. اسمه ايه؟ فيشيال سيرفيس. اسمه ايه؟ فيشيال سيرفيس. طب الفيشيال سيرفيس ده مش ممكن يكون الفيشيال سيرفيس يبقى لازق في الليب او لازق في التشيك؟ لو لازق في الليب يبقى ده انهي تيث؟ انتيريور تيث، انتيريور 6 انتيريور، صح؟ صح. واللي لازق في التشيك اسمه ايه؟ بوستيريور تيث. طيب السيرفيس ده لو للانتيريور تيث اللي هي اتاتشت، مش اتاتشت بقى، كونتاكت ليب، يبقى بنسميها ايه؟ ليبيال سيرفيس. ليب ليبيال، خلاص بنسميها ايه؟ ليبيال سيرفيس. طب لو بالبوستيريور؟ باكال سيرفيس. ليه باكال؟ اي حاجه ريليتد للخد للتشيك زي ما قلت لكم بنسميها ايه؟ باكال. الميكوزا بتاعتها اسمها باكال ميكوزا، السيرفيس بتاع السنان اللي حواليه اسمه ايه؟ باكال سيرفيس. اي حاجه ريليتد للتشيك بنسميها ايه؟ باكال. يبقى انا عندي دلوقتي الفيشيال سيرفيس ده، السيرفيس اللي قدام بتاع السنان، ممكن يبقى يا اما ليبيال لو انتيريور تويث، يا اما ايه؟ باكال لو بوستيريور تويث. يبقى دوت اول ايه؟ اول سيرفيس. السيرفيس بنسميه ايه؟ بنسميه سيرفيس، بنسميه اسبكت، خلاص. يبقى احنا عندنا ايه؟ السيرفيس هو هو الاسبكت. لما تلاقي كلمه اسبكت اعرف ان انا بتكلم على ايه؟ على السيرفيس. طب تعالى على الناحيه الثانيه بتاعته، الفيشيال سيرفيس اللي قصاده من السنه الناحيه الثانيه اللي بيواجه ايه؟ التانج، صح ولا لا؟ اي حاجه ريليتد للتانج بيبقى اسمها ايه؟ لينجوال. اي حاجه ريليتد للتانج بيبقى اسمها ايه؟ لينجوال. لينجوال سيرفيس، لينجوال ميكوزا، لينجوال نيرف، تمام. طيب اللينجوال ده التانج موجود فين؟ في اللور تيث، صح ولا لا؟ يبقى تحت اكتشوالي اللينجوال السيرفيس اللي جوه بنسميه ايه؟ لينجوال سيرفيس. طيب الابر له لينجوال سيرفيس؟ لا، مجازا بنسميه لينجوال سيرفيس، انت وانت قافل بقك التانج لامس اللي فوق واللي تحت، صح ولا لا؟ يبقى مجازا بنسمي الابر السيرفيس اللي جوه بتاعه اسمه ايه برضه؟ لينجوال سيرفيس، ما عندناش مشكله. بس الاصح ايه؟ باليتال سيرفيس، برافو عليكم، ريليتد للايه؟ للهارد باليت. يبقى السنان الابر السيرفيس اللي جوه بتاعها اسمه ايه؟ باليتال سيرفيس، او ممكن نقول عليه تاني لينجوال سيرفيس، انما اللي تحت اسمهم ايه بس؟ لينجوال سيرفيس، تمام؟ طيب يبقى احنا اخذنا الفيشيال اللي لو قدام بيبقى ها؟ ليبيال، ولو ورا بيبقى باكر، واخدنا اللينجوال سيرفيس. طيب يبقى احنا دلوقتي ناقص عندنا ايه؟ تو سيرفيسز، اللي هو السيرفيس اليمين بتاع السنه والسيرفيس الايه؟ الشمال. بصوا معايا كده، سيبكم من الكلام احنا قاعدين بنشرحه، بصوا معايا بقى على الصوره. يبقى ادي الضرس بتاعي اهو، لو انا بتكلم على الوش اللي بره بقول عليه اسمه ايه؟ فيشيال، خلاص. طب بتكلم على اللي ورا، السيرفيس اللي وراه اسمه ايه؟ اسمه لينجوال. طيب تعالى بقى هنا انا عايز اتكلم على الميزيال وعلى الديستال. يعني ايه الميزيال والديستال؟ يعني يمين وشمال السنه، السيرفيس اليمين والسيرفيس الشمال. بس انا ما بقولش يمين وشمال وما بقولش فوق وتحت ابدا لما اجي اعمل ديسكريبشن لسنه. ليه؟ لان يمين وشمال هتتعكس لما السنه تبقى شمال، صح؟ فوق وتحت هتتعكس لو السنه ابر او لو السنه لور، صح ولا لا؟ فوق هيبقى تحتها وتحتها هيبقى فوقها، صح؟ فاحنا دلوقتي لازم ننسى خالص كلمه يمين وشمال او فوق وتحت، بنقول ميزيال او ديستال او ماكسيلري او مانديبولر، خلاص. ولو بنوصف السنه نقول ناحيه الانسايزر بنقول ايه؟ انسايزر. لو ناحيه السيرفايكال لاين بنقول ايه؟ سيرفايكال. هنقولها لسه دلوقتي. خلينا دلوقتي في اليمين والشمال اللي هو الايه؟ الميزيال والديستال. التو سيرفيسز دول بتوع السنان بنسميهم ايه؟ بروكسيمال
سيرفس. الاثنين الميزيال سيرفس والديستال سيرفس احنا بنسميهم ايه؟ بروكسيمال سيرفس. خلاص البروكسيمال سيرفس ده ممكن يبقى سيرفس قريب من الميد لاين، نير تو ذا ميد لاين، فدوت بنسميه ايه؟ ميزيال. افتكر ميد لاين ميزيال، ام ام. خلاص يبقى السيرفس القريب من الميد لاين اسمه ايه؟ ميزيال سيرفس. السيرفس اواي فروم ذا ميد لاين اسمه ايه؟ ديستال سيرفس. خلاص يبقى احنا دلوقتي قلنا كام سيرفس؟ الفيشيال، اللينجوال، الميزيال، الديستال. ناقص الايه؟ اللي انا باكل عليه، اللي بيعمل جرايندنج للفود او بيعمل انسايسنج للفود، صح ولا لا؟ ده اسمه ايه؟ اسمه ماستيكاتوري سيرفس. اسمه ايه؟ ماستيكاتوري سيرفس. يعني ايه ماستيكاتوري؟ يعني بعمل عليه ماستيكيشن، يعني باكل، صح؟ او بنسميه اسم تاني اوكلودنج سيرفس. يعني ايه اوكلودنج؟ يعني بيعمل اوكلوجن. يعني ايه اوكلوجن؟ سيادتك لما تقفل السنان اللي فوق على السنان اللي تحت، السيرفس ده بيقفل على السيرفس ده، بيعملوا لي خط اسمه اوكلوزال لاين. بس الكلمه نفسها اسمها عضه البق اسمها ايه؟ اسمها اوكلوجن. انت لما تقفل بقك ده اسمه ايه؟ اوكلوجن. اقفل مش تفتح، اقفل. خلاص لما تقفل بقك ده اسمه ايه؟ اوكلوجن. خلاص فعلشان كده السيرفس ده احنا بنسميه ايه؟ اوكلودنج سيرفس. خلاص الاوكلودنج سيرفس ده لو انتيريور تيث شكل البوستيريور تيث، لو انتيريور تيث بالظبط بيبقى عامل كده، بيبقى ايدج، انسايزال ايدج في الانتيريور، صح ولا لا؟ انما في البوستيريور الاوكلودنج سيرفس عباره عن ايه؟ سيرفس، صح؟ فالانتيريور تيث علشان هو انا بعض عليه او بعمل انسايزنج عليه بنسميه ايه؟ انسايزال سيرفس. بنسميه ايه؟ انسايزال سيرفس، عامل زي طرف السكينه، سن السكينه، صح؟ انسايزال سيرفس. انما لو بوستيريور اسمه ايه؟ اوكلوزال سيرفس. خلاص يبقى الاوكلودنج سيرفس او الماستيكاتوري سيرفس لو في الانتيريور بنسميه ايه؟ انسايزال سيرفس، لو في البوستيريور بنسميه ايه؟ اوكلوزال سيرفس. احنا كده خلصنا الفايف اسبيكتس بتوع الايه؟ بتوع الاسنان. سيب لي دي شويه هعوزها بره. خلاص يبقى انا دلوقتي قلت ايه؟ عندي الفيشيال، عندي اللينجوال، الميزيال والديستال، وفوق الماستيكاتوري اللي هو بنسميه هنا ايه؟ في الحاله دي الاوكلوزال. طيب الفيشيال سيرفس اهو، لو انتيريور تيث بنسميه ايه؟ ليبيال، لو بوستيريور تيث بنسميه ايه؟ باكال سيرفس. طيب تعالى على اللينجوال سيرفس اللي ناحيه الايه؟ التانج، كله على بعضه، لو لور بنسميه ايه؟ لو ابر فلاتال. طيب تعالى على الاوكلودنج سيرفس، لو انتيريور ها انسايزال، اكسلنت، لو بوستيريور اوكلوزال سيرفس. طيب اخر حاجه البروكسيمال اسبكت. البروكسيمال اسبكت علشان اشوفه انا لازم اشيل السنه اللي جنبيه، صح ولا لا؟ مش كل سنه ماسكه في السنه الثانيه كده، مش ماسكه، لازقه، كونتاكت، مش ايه، مش مش اتاتش، كونتاكت، الاثنين عاملين كونتاكت مع بعض، انما كل واحده سيبر. دي ماسكه في دي، لو شلت دي اشوف الميزيال سيرفيس او اشوف الايه؟ البروكسيمال سيرفيس. يبقى علشان اشوف البروكسيمال سيرفيس لازم اكون شايله السنه الثانيه. يبقى انا عندي القريب من الميد لاين اسمه ايه؟ والبعيد عن الميد لاين اسمه ايه؟ خلاص؟ حد عنده سؤال؟ طيب نيجي بعد كده على ايه؟ على حاجه اسمها لاين انجلز وبوينت انجلز. انا دلوقتي عرفت السيرفيسز، صح ولا لا؟ تعالى كده لو دوت البكر وده الايه؟ الاوكلوزل، عاملين جانكشن مع بعض في ايه؟ في لاين. اللاين ده اسمه ايه؟ اسمه لاين انجل. يبقى اللاين انجل ايه هو اللاين انجل اوف ذا توث؟ هو عباره عن ذا لاين اتاتشنج بتوين تو سيرفيسز، او از ذا كونتاكت بتوين تو سيرفيس، هيعملوا لي ايه؟ لاين. طب لو عندي 3 سيرفيسز، الاوكلوزل والبكل والديستال، هيعملوا لي ايه؟ برافو عليكم، بوينت انجل. يبقى لما اجي اعمل التقاء تو سيرفيسز بيدوني لاين اسمه ايه؟ لاين انجل. لما اعمل التقاء 3 سيرفيسز بيسموني ايه؟ بيعملوا لي ايه؟ بوينت انجل. طب اسم اللاين انجل ده والبوينت انجل علينا يا دكتور؟ اه عليكم، ده اساسي. خلاص طيب اسم اللاين انجل ده بيجي منين؟ بيجي من التو سيرفيسز اتاتشد. يعني ايه؟ يعني ده الاوكلوزل وده البكل، يبقى اللاين انجل ده اسمه ايه؟ بكو اوكلوزل. اسمه ايه؟ بكو اوكلوزل. طب لو ده الميزيال هيبقى اسمه ايه؟ ميزيو اوكلوزل او اوكلوزو ميزيال، مش تفرق. خلاص طيب اللاين انجل ده اسمه ايه؟ ده البكل وده الميزيال، هيبقى اسمه ايه؟ بكو ميزيال. طب ده
ميزيو لانجوال. ميزيو ايه؟ جناح التانج لينج. عرفتوا؟ يبقى عرفنا بنسمي اللاين انجل ازاي. طيب انا عندي كام لاين انجل في الانتيريور في البوستيريور تيس؟ زي دي كده بالظبط. ممكن نعدهم مع بعض. 1 2 3 4 في الايه؟ في الوولز. طيب وفي الاوكلودنج نفسه في كام وول؟ 1 2 3 4. يبقى انا عندي 4 على السايدز و4 على ايه؟ على الاوكلودنج سيرفيس. يبقوا كام؟ 8. استاذنكم هنعدهم مع بعض. ما احنا عارفين بقى خلاص، ده البكل، ده اللينجوال، ده الميزيال، ده الديستال، ده الاوكلوزال. ده اسمه ايه؟ باكو اوكلوزال. طب ده لينجو اوكلوزال. طب ده طيب يجي على اللاين انجل ده اسمه ايه؟ باكو ميزيال. اللي هنا ده ميزيو لينجوال. طب تعالى هنا ديستو لينجوال، ديستو باك. سهله. طيب وفي كام بوينت انجلز ممكن نسميهم؟ ها هنبدا من اللينجوال. يبقى لينجو ده ديستال، لينجو ديستو اوكلوز، لينجو ديستو ديستال. لا حط او بس في النص ما بين الكلمات. لينجو ديستو اوكلوزال. تعملي حسابك بعد كده بعد اذنك، واقفلي الباب وراكي. خلاص اتفقنا؟ يبقى ده دي اسمها ايه؟ ديستو لينجو اوكلوزال. طب دي لينجو ميزيو. طب دي ديستو. عرفنا؟ عرفنا البوستيريور تيس فيها كام لاين انجل وكام بوينت انجلز؟ طيب ممكن نطبق الكلام دوت على الانتيريور تيس؟ نطبق على الانتيريور تيس. بعد اذنكم انا عايزه ايه؟ انا عايزه دي. الانتيريور تيس لها ايه؟ انسايزال سيرفيس. ده كان اوكلوزال سيرفيس، صح ولا لا؟ كده. انما الانسايزال سيرفيس عامل ازاي؟ عامل كده. صح؟ مش ده دي اعتبر ان ديت اللور سنترال بتاعتك. خلاص؟ ده الليبيال اسبكت والانسايزال ايدج اهي، وده الايه؟ اللينجوال اسبكت. هنا انا عندي ايه؟ ايدج، ما عنديش ايه؟ سيرفيس. عندي فور بوينت انجلز، صح ولا لا؟ تمام؟ مستطيل، بس مستطيل رفيع قوي. صح؟ مستطيل رفيع قوي. اعرف ان انت اول ما السنان بتطلع يحصل لها ايربشن، بتبقى الانسايزال دي اسمها ايه؟ انسايزال ريدج. يعني ايه انسايزال ريدج؟ يعني الانسايزال بيبقى السيرفيس بتاعه تخين شويه. طول ما انت بتاكل وعايش بيحصل اتريشن، الابر بيلمس اللور، الابر بيعمل كونتاكت مع اللور، يقوم يحصل حاجه اسمها اتريشن. الريدج التخينه دي تبقى رفيعه، تبقى انسايزال ايه؟ ايدج. يبقى الريدج بتتحول لايه؟ لايدج، زي طرف السكينه. الايدج دي لها اقدر ان انا اقول ان انا عندي هنا فور بوينت انجلز اللي احنا عديناهم، لكن اقدر اقول ان ما بين الميزيال سيرفس وما بين الاوكلوزال سيرفس ان ده لاين انسايزر، ان ده لاين انجلز، لان بيكون حصل لها راونديشن. الريدج لما اتحولت لايدج بقى حصل لي ايه؟ حصل لي راونديشن. عندي نقطتين بس النقطتين راوندد، ما يعملوليش خط. فهمتوني؟ فانا عندي دلوقتي اللاين انجلز في الانتيريور تيس زي اللاين انجلز في البوستيريور تيس، باستثناء ان في تو لاينز ميزد. ميزد يعني مش موجودين، اللي هم انهو الايه؟ ما بين الميزيال والانسايزل وما بين الايه؟ الديستال والانسايزل. ليه؟ لان اللاين ده بيحصل له راونديشن واتريشن باي ذا تايم. ماشي الكلام؟ يبقى نعد بقى اللاين انجلز اللي موجوده في الانتيريور تيس. عدوا معايا السهلين اللي في السايدز، ده الليبيال والميزيال اللينجوال الديستال، وده الايه؟ الانسايزل. عد معايا بقى كده، ده ايه؟ ليبيو ديستال. ديستال ده ليبيو ايه؟ ديستال. طب ده او لينجو ديستال. ده ليبيو ميزيال. ده اكسلنت. عدوا معايا اللاين انجلز اللي فوق بقى، اتنين بس ما بين الليبيال والانسايزل، اسمه ايه؟ ليبيو انسايزل، لينجو انسايزل. خلاص؟ يبقى عندي ايه هو اللاين انجلز والبوينت انجلز قلناها. خلاص؟ طيب تعالى عندنا حاجه اسمها الديفيجن انتو ثيردز. يعني ايه الديفيجن انتو ثيردز؟
زي ما وصفنا اللاين انجلز والبوينت انجلز والسيرفيسز علشان اقول اعرف ان انا اوصف السيرفيس بتاعت السنه، ساعات بيكون عندي كيرز موجود في جنب من السنه، يا اما الجنب الميزيال يا اما الجنب الديستال، خلاص. فانا برضو عاوزه كل سيرفيس بعد كده اقدر ان انا برضو اقسمه لاجزاء علشان اقدر ان انا ايه اوصف الحاجه اللي فيه. عندي ديسكالريشن، عندي وايت سبوت موجوده في السنان، فاوصفها اقول انها موجوده فين، في انهي ثيرد. علشان كده عملنا، مش احنا اللي عملنا يعني، اتعمل تقسيمه اسمها الديفيجن انتو ثيردز، سي ان ده الليبيا الاسبكت بتاعي، خلاص. الليبيا الاسبكت نقول حدوده ايه كده، ده الميزيال، ده الديستال، وده الايه الانسايزر. يبقى احنا قسمنا الميزيال اسبكت ديفيجن انتو ثيردز. يعني ايه ديفيجن انتو ثيردز؟ يعني قسمناهم لثلاث ثلاث، لو فيرتيكال فيرتيكال ثيردز، يبقى الثيرد اللي هنا التلت اللي هنا هيبقى اسمه ايه؟ هو قريب من الميزيال، فهنسميه ايه؟ ميزيال ثيرد او ميزيال وان ثيرد. اللي في النص ايه؟ ميدل، اسمه ايه؟ ميدل ثيرد. اللي ناحيه الديستال اسمه ايه؟ ديستال ثيرد. يبقى احنا دلوقتي السيرفس الواحد بنقسمه، لو ليبيال ولينجوال يبقى حدودنا الميزيال والديستال يمين وشمال، صح؟ يبقى بنقسمهم انتو ثيرد فيرتيكالي. فيرتيكالي يعني ايه؟ يعني بالطول. هي هتفرق؟ اه هتفرق، لان هقول لك دلوقتي الديفيجن هوريزونتال، خلاص. يبقى هتفرق، اه. يبقى الليبيال واللينجوال سيرفيس الديفيجن انتو ثيرز بتاعتهم ميزيال سيرفيس ميدل سيرفيس ديستال، سوري، ميزيال ثيرد ميدل ثيرد ديستال ثيرد. طب لو قسمت السيرفيس نفسه ل 3 ثيردز لكن ايه بالعرض، يبقى اللي فوق ده ناحيه الانسايزر ايدج، برافو عليك، يبقى نسميه ايه؟ سيب الموبايل، انسايزر سيرفس ميدل سيرفس سيرفايكال سيرفس سيرفايكس ثيرد. سيرفايكال ريليتد للايه؟ للنك بتاعت التوث، اسمها ايه؟ سيرفايكال لاين. النك بتاعت التوث اسمها ايه؟ سيرفايكال لاين، اللي هي ايه اناتوميكالي، اللي هي السمنتو انامل جانكشن، تمام. دي اسمها ايه؟ تحفظ زي اسمنا، هتحفظوها، اسمها ايه؟ سيرفايكال لاين. يبقى احنا دلوقتي قسمنا السنه لديفيجن السيرفس الواحد انتو ايه؟ 3 ثيردز فيرتيكالي و 3 ثيردز ايه؟ هوريزونتال، تمام؟ طب ده لو بتكلم على الليبيال اسبكت. طب لو بتكلم على البروكسيمال اسبكت، طب استنى الاول نشوف الليبيال علشان ما نتلخبطش. اهو ادي السنه، ادي الليبيال او الايه؟ او البكال اسبكت. هنقسمهم دلوقتي ديفيجن انتو ثيردز ايه؟ هوريزونتالي. بصوا كده، دوت بقى اسمه الايه؟ سيرفايكال 1 ثيرد، وده اسمه ايه؟ الميدل 1 ثيرد. اللي تحت هيبقى اسمه ايه؟ لو في الانتيريور اسمه ايه؟ انسايزال ثيرد، لو في البوستيريور هيبقى اسمه ايه؟ اوكلوزال ثيرد. اكسلنت. طيب نقسمهم بقى ايه؟ الروتس بتتقسم برضو كمان لانتو 3 ثيردز. ال 3 ثيردز بتوعنا بيبقوا ايه؟ ناحيه السيرفايكال لاين بنسميه ايه؟ سيرفايكال ثيرد، واللي في النص اسمه ايه؟ الميدل ثيرد، واللي ناحيه فوق ناحيه الابكس، ناحيه الابيكال فورامين، صح ولا لا؟ الابكس اللي هي اخر السن خالص من فوق، الحته الراوند دي، الحته الراوند دي اسمها الايه؟ الابكس، مش ابكس، اسمها ايه؟ ابكس، خلاص. ننطق حلو، يبقى اسمها ايه؟ اسمها ابكس. يبقى الابكس بتاعتنا بنسمي الثيرد بتاعها ايه؟ ابيكال وان ثيرد، خلاص. عرفنا الروتس بتتقسم ازاي. طيب تعالوا لي بعد كده بقى عايزين نقسم ايه؟ انتو ثيردز. سيبكم من البروكسيمال دلوقتي، انا مش عايزه البروكسيمال، هقول لكم بعد شويه، انما انا عايزه اقسم الايه؟ الفيرتيكال. ادي البكال وادي الايه؟ السنه انتيريور وسنه ايه؟ بوستيريور. لو قسمناها انتو ثيردز، الثيرد اللي ناحيه الميزيال، انا كاتبه لك ان ده الميزيال عشان تبقى عارف ان ده الميزيال، وان الناحيه الثانيه دي الايه؟ الديستال. يبقى لو ناحيه الميزيال ثيرد بنسميه ايه؟ ميزيال وان ثيرد. لو ناحيه الميدل بنسميه ايه؟ ميدل وان ثيرد. لو ناحيه الديستال بنسميه ايه؟ ديستال وان ثيرد. نعرف حاجه، ان الروت بقى لما نيجي نقسمه بنقسمه فيرتيكالي انتو تو ثيردز فقط، هو كله على بعضه حته اسطوانه صغيره كده، صح؟ فبنقسمه بس يمين وشمال. قلنا ما فيش حاجه اسمها يمين وشمال، قلنا في حاجه اسمها ايه؟ ميزيال هاف وديستال هاف، خلاص. ما احنا ما قسمناهمش بقى الاتلات، قسمناهم ايه؟ لنصاص. يبقى ميزيال هاف وايه؟ وديستال هاف. طيب
تعالى لي هنا كده بقى، نرجع بقى اللي كنت بقول لكم انا مش عايزاها، انا عايزه ايه؟ دي بقى البروكسيمال سيرفس. لما اجي اقسم البروكسيمال سيرفس بتاعي، ادي السنه، ناخد السنه التخينه دي شويه بتاعت مين؟ بتاعتك. ادي السنه بتاعتي، دوت الليبيال بتاعها، وخلاص قسمناهم. خلاص؟ طيب انا عايزه اقسم البروكسيمال الحته الرفيعه دي، اقسمها لايه؟ نقول حدود البروكسيمال كده، السيرفس اللي بره ده اسمه ايه؟ ليبيال، صح؟ برافو عليكم. السيرفس اللي بره اسمه ايه؟ ليبيال. الناحيه اللي جوه اسمه ايه؟ وده ايه؟ انسايز. يبقى انا لما اجي اقسم، لما اجي اقسم البروكسيمال سيرفس اللي هو الايه؟ الميزيال والديستال، اقسمهم لكام ثيردز؟ 3 ثيردز، بس اساميهم ايه؟ ميزيال وديستال. طب ما انا اصلا في الميزيال، صح؟ انما هنسمي الثيردز بتوعتنا ايه بقى؟ ده ناحيه البكال هنا الليبيال، اللي بقى اسمه ايه؟ ليبيال 1 ثيرد، ميدل 1 ثيرد، لينجوال 1 ثيرد. اكسلنت. خلاص؟ لو بالسيريور هتبقى بكال 1 ثيرد، ميدل 1 ثيرد، لينجوال 1 ثيرد. عرفنا ان البروكسيمال بنقسمها فيرتيكالي غير الايه؟ الليبيال، لان الحدود مختلفه، صح؟ انما هوريزونتالي واحد. طيب بص معايا كده اهو، ادي سنه جايه من البروكسيمال سيرفس، وده سنه ثانيه بوستيريور تيس جايه من البروكسيمال سيرفس. انا قايله لك ان ده، سوري انا كتبت هنا البكال، ما كتبتش البكال، ماشي. ده الايه؟ هوريزونتالي، ده السيرفيكال 1 ثيرد، والميدل 1 ثيرد، والايه؟ ها سموا لي ده وسموا لي ده، انسايزل 1 ثيرد واوكلوزل 1 ثيرد، صح؟ طيب قسمهم لي بقى كده فيرتيكالي، او نقسم الروت الاول سيرفيكال وميدل وايه؟ وابيكال. برافو عليكم. ادي نفس السنه، لكن الفيشيال سيرفيس هو اللي ايه؟ اللي في النص، واللينجوال سيرفيس هو اللي ايه؟ اللي ورا، يمين وشمال. طيب قسموا لي بقى كده يلا، اللي ناحيه الفيشيال هنسميه ايه؟ لا انتيريور تيس وبوستيريور تيس. الانتيريور هيبقى اسمه ايه؟ ليبيال ثيرد، والبوستيريور بكال ثيرد. اللي في النص هيبقى اسمه ايه؟ للاثنين. اللي ورا هيبقى اسمه ايه؟ لينجوال ثيرد. اتفقنا يا دكاتره؟ شكرا كده خلصت.